اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده يا ابطال، يعني بصوا انتوا عارفين النبره دي يعني نبره تحقيقات، يعني فعلا جاي بقى حقق في اي موضوع بقى ديز دولي، وهنعمل كلام كبير قوي في فيديو النهارده، لان فيديو النهارده ابطال من اقوى الفيديوهات اللي في سلسله التحقيقات، لان انا النهارده جايب لكم شخصين وهم اتنين يوتيوبرز حصل معاهم مواضيع كتيره جدا بسبب موضوع الهاك والهاكر اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو ديز دولي ومضارب وتورليو. بصراحه الموضوع يعني هو عامه دلوقتي ما بقاش يتطور وما بقاش حد كتير بيتكلم عليه، انا الوحيد يعتبر اللي بتكلم عليه، لان انا قلت لكم ابعتوا لي اسماء هاكرز جداد، وفعلا انتوا يعني تفاعلتوا جامد جدا مع الموضوع، ولسه ابطال باذن الله في حلقات جايه كتيره جدا وانا سجلتها بالفعل وباذن الله هتنزل قريب جدا. فاول واحد ابطال معانا هو سيكتور. اهلا بيك، اهلا بيك يا سيكتور. حبيبي حبيبي يا بلال يا اسطوري، عامل ايه يا بطل؟ حبيب قلبي والله. اهم حاجه يعني اول حاجه كده طمنا عليك، انت عامل ايه ومبروك على 50,000؟ حبيبي يا بلال والله انا الحمد لله، وببارك لك على الاستوديو الجديد اللي انت فتحته. بصراحه يعني شغل عالي قوي قوي يا بلال، واضاءات وكاميرا وشغل عالي بصراحه، يعني مبروك الاستوديو بتاعك ده يا بلال. حبيب والله، حاجه يعني حاجه على قد كده، مش قد المقام قوي بس شغاله يعني. لا والله حاجه وشغل اضاءات عالي ده، وابعت لي والنبي يعني المهندس اللي عمل لك الشغل ده، انا محتاجه عندي بصراحه. خلصان، هبعت لك على الواتس. فطبعا ابطال النهارده معايا يعني معايا سيكتور، ان شاء الله هنساله شويه اسئله كده وهو هيكلمنا، يعني هيحكي لنا عن تجربته مع الهاكر والناس اللي كانت بتكلمه مثلا من مضارب من تورليو من ديز دولي والمشاكل اللي حصلت معاه. فقول لنا سيكتور كده، يعني انت اصلا عرفت موضوع الهاكر ده ازاي، ومين اول شخص مثلا جه يكلمك من الهاكرات؟ والله يا بلال يعني بص، انا لما بدات اتكلم على موضوع الهاكر ده كنت شفت اول فيديو ليك، وكنت بصراحه يعني متعاطف معاك جدا. ايه ده؟ الله 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 الله، ايه ده؟ استنى، ايه الخيانه؟ ايه الخيانه ديت؟ ثواني بس، انت مش قلت لي انزل هات بيتزا واحنا هنكمل هنبدا مع بعض؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما ينفعش كده يا عم ميجو. بص يا جماعه، عامه ده ميجو، بس انت ليك دورك، ليك دورك، استنى دورك بالله، استنى دورك. انت بقى انت جاي تبوظ الحلقه، تضحكوا عليا وتقولوا لي انزل هات انزل هات بيتزا واطلع كده ليكم، بداتوا ده انا اجيب لكم بيتزا وايس كريم كمان. ما انت اتاخرت يا عم. غري يا عم، بس يا عم انت اتاخرت. اللي انا بحبها. يا صاحبي اتفضل يا صاحبي، الف انا شايفها يا عم. استنى هتبداوا البرنامج على لحم بطنكم يا جدعان، استنوا يا جدعان. لا والله اخويا يا عم، انت اخويا، هات هات. طيب هات، انت عارف المشكله فين؟ المشكله ان مفيش سليك يا ميجو للاسف، فانت تقعد معانا على الارض بقى عشان تسمع اللقاء كله. هات سجاده كده وفرش اهو. يلا يلا نبدا. الله، بص يا مزاج كبدان عن ناس الجامده ولا لا؟ خلاص انا مش عندي، انا خلاص. روح انت اقعد على الكاميرا. طيب روح اقعد على الكاميرا عشان سيكتور يكمل كلامه بقى. حاضر، انا على الكاميرا وبصور. يلا ايوه صورني، بس انا اعمل لك باي باي دلوقتي. ماشي ممكن؟ ماشي يلا يلا كملوا. خلاص انا اسف، انا اسف يا شباب، انا اسف، كملوا. ماشي يلا سيكتور، اتفضل يا سيكتور كمل كلامك. فبصراحه يعني لما شفت الموضوع عندك بصراحه يعني بدات اقلق وبدات اخاف شويه، وتعاطفت معاك جدا، فقلت اتكلم عن الهاكر يعني، لان كمان لقيت عندي ناس كاتبه لي في الكومنتات الحق يا سيكتور يوم 21، يوم 21 بصراحه كان عامل ضجه كبيره جدا يا بلال. يعني مش يعني مش عندنا بس بقى، ده اصلي موضوع اليوم 21 ده ناس كتير قوي كانت بتقول لي، انا افتكرت انا بس يعني، طلع بقى عندك انت كمان وكل اليوتيوبرز بقى. يا ده كل الناس يوم 21 ده كان يوم حسيت ان هو يعني ان روبلوكس فيه هتتقفل، ولا حساباتنا كلها خلاص بقى، فاهم؟ اللي كان شاحن روبلوكس واللي كان معاه اكتر من حساب كل ده بقى باي باي. أيوة. بس فقلت انزل موضوع، انا يعني يا جماعه الموضوع ده انا يا برضه خايف منه، وربنا يستر وكله يامن حسابه. فجاه بقى يا معلم لقيت لك بقى كميه رسائل وقصص رهيبه، اللي يقول لي انا حسابي اتهكر، واللي يقول لي انا حسابي راح. وفجأة بقى لقيت الشخصيات دي بدأت تكلمني، لقيت اكونت باسم ديز دولي، لقيت اكونت باسم مضرب، وايه يعني ورا بعض، يعني نخلص من ديز دولي يجي مضرب. لا بس يخلص بس برضك في حاجة، يعني انت ليه عايز اعرف برضك يا سيكتور، انت ليه في البداية قلت ان الموضوع ده اصلا فيك؟ يعني انا كنت شفت لك فيديو قلت تقريبا ان الموضوع ده فيك اصلا ومفيش حاجة اسمها كده. والله ما كنتش مقتنع، وقلت يعني اللي هيجي يسرق
روبوكس مثلا، هيجي على العبد الغلبان ده يجي يسرق منه ال 20 روبوكس اللي في الحساب. يا عم ما انت عندك شركه روبلوكس، روح خد منها يعني، اكبش يا معلم وحط واتكل على الله. يعني انت جاي على حسابات الغلابه المصريين والعرب، وفي حسابات اجانب يا بلال بيبقى فيها فوق المليون روبوكس. ايوه فعلا صحيح. ما كنتش بصراحه يعني واثق قوي في الموضوع، فقلت خلينا اليوم 21. فوجئت بقى يا معلم اللي انا هوب حسابي دبل كيك، وحسابي كمان انا اتهكر واتسرق مني الروبوكس، واتسرق مني بلاوي زرقاء. بس هنقول ايه بقى، فيلا الحمد لله. ده غير بقى كميه الرسائل اللي بتجيلي بقى من ديز دولي ومضرب وتورلي، واخرهم بقى جي تي جي اللي لسه مهكر حساب ميجو لحد الوقت ده. لا لا ده ميجو ده ليه قاعده ليك قاعده يا ميجو اللي قاعد على الكاميرا؟ ايه ده فين ميجو اصلا مش قاعد على الكاميرا؟ ايه ده، وانت طلبت منه حاجه ساقعه ولا ايه؟ ده راح يجيب حاجه ساقعه بجد والله. لا ما طلبتش منه حاجه. يا نهار ابيض، ده يكون الديس دور اللي هكر ميجو. ايه ده ماشي يا عم اهو. استا بالله ضحكنا. مثلا ممكن تكون ديس دور اللي انا مش عارف اقول كانت لسانه اي حاجه. سوري يا شباب معلش، الكوكاكولا ساقعه بس وانتوا عارفين الجو برد، فلساني لزق في بقي. خدوا بس حاجه ساقعه بس يا راجل. انت جايب الضيف تبهدله معاك كده في البرنامج؟ ما خلصتش البيتزا بتاعتي. شوف يعني لسه ما خلصت. انت ايه يا عم حرام، هيطلع له كرش في البرنامج. ايه ده بقى؟ خلاص انا اسف. غير موضوع الكرش ده يا بلال، عشان الوضع صعب جدا في الشتاء، خلي بالك. يعني اسف جدا، اسف يا جماعه. خلاص بس يا معلم، في اخرهم بقى عندك جي تي جي ده يعني مشكله. حسوا بقى ان هو هاكر عربي، وتقريبا جات له عقده نفسيه بقى من ديز دول بقى ومضارب والحاجات دي، فقال لك بس انا استلم بقى اليوتيوبر اللي اتكلموا في المشكله بتاعتي دي. وبدا بقى يا معلم بيك وبميجو. يلا هنقول ايه بقى على ميجو؟ تمام قوي. لا 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 خليك ده. استنى انت مستعجل ليه؟ استنى ميجو، استنى عايز اساله سؤال كده، اساله بس سؤال اخير. بس برضك كنت عايز اسالك سؤال يا سيكتو. يعني تقريبا مؤخرا اخر حاجه انا شفتها عندك كنت بتتكلم فيها على الهاكر، كان تقريبا في شخص يعني سرق الجروب بتاعك، وكان بيحاول وتقريبا غير الجيميل بتاعك وغيروا الجيميل بتاعه هو، تمام؟ وتقريبا يعني كمان خد الروبوكس اللي عندك. تقريبا خد اكتر من 2000 روبوكس. ممكن اعرف ايه السر، او مين مش لازم اعرف مين الشخص ده، انا بس كنت عايز اعرف يعني هل انت فعلا هتعلن عن الشخص ده ولا مش هتعلن؟ يعني انا حاسس ان انت مش عايز تعلن ولا ايه؟ والله يعني انا عايز اقول لك، بعد ما حصل الموضوع ده انا يعني مصدوم صدمة عمري، لان الشخص ده يعني انا لو الناس عرفته فعلا بجد يعني هم كمان هيتصدموا، لان الشخص ده يعني انا اعرفه والمتابعين كمان عندي يعرفوه ويعرفوه كويس كمان. بس بصراحه يعني انا عشان كنت اعرفه وبحبه وبعتبره زي اخويا الصغير، فمش حابب اللي انا اتكلم عنه دلوقتي، رغم ان ناس كتير قالت لي يا سيكتور مين هو، يا سيكتور مين هو، ودرجه ان هو شككني اصلا ان هو ممكن يكون جي تي جي، وخلاني بقى يعني بص اشك في اقرب الناس ليا. بس بنسبه كبيره انا حالن عنه، لانه لسه ما رجعش الروبوكس بصراحه يا بلال. كابتن هات الروبوكس يا كابتن، والله عيب كده. يعني دي رساله من الفيديو ده، سيكتور بيقول لك يعني حول لي روبوكس ناو، يعني او بقى ايه هعلن عن اسمك بصراحه. يعني اجيب الروبوكس يفضحك انت حر حبيب قلبي يا سيكتور. والله يعني بجد بجد انا فرحان جدا ان انت ظهرت معايا في الفيديو التحقيق ده، وباذن الله يعني ان شاء الله تجيب 100,000 باذن الله، 100,000 مشترك، وايه وناخد الدرع بقى ونتصور بيه بقى سيلفي ونعمل احلى شغل بقى. ماشي حبيبي. خايف يا بلال، خايف اوصل 100,000 الاقي مضرب ولا ديز دول اللي خدوا مني الدرع هكروه ولا حاجه. لا 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 عيب عليك، انا موجود. عيب عليك، هات لي الدرع بس في بيتي وهو في امان الله. حبيبي بلال مش هيسيبكم، انتوا حرين. اللي هيجي جنب الدرع بلال مش هيسيبه، بس لا الا الدرع حبيبي. والله ما شاء الله، حابب اشكرك على الديكور ده، وبصراحه الكراسي دي تنجيد عالي قوي يا باشا. يعني شفت بقى بصراحه صارف، انت صارف يا بلال بصراحه. يعني ما عامل ايه، انت برضك انتوا مش اي حد يعني، ميجو وسيكتور انتوا ناس جامدين يعني. قلبي حبيبي، احب اقول لكم بس يا شباب ان انا يعني من الفانز بتوع بلال ومحبينه جدا جدا، وبصراحه يعني ممتع جدا في التحقيقات وفي مبات روبلوكس، واخيرا احب اديله الرقصه الجامده دي واقول له حبيبي يا بلال. حبيب قلبي والله. حبيب
طبعا يا ابطال انتوا دلوقتي مستنيين ميجو يقعد على الكرسي. لا لا لا، مش هيقعد على الكرسي دلوقتي. هو عامة الحلقة دي يعتبر حلقة سيكتور، والحلقة اللي هي يعني تعالوا كده نقعد نتكلم هنا ماشي، ويعتبر دي الحلقة اللي مع سيكتور تمام، ويعني التحقيقات بتاعت سيكتور وسألناه أكتر من سؤال. وبصراحة بشكر سيكتور جدا على يعني اللي هو يعني قدر يجي وتعب نفسه ده يا جدعان، البيت بعيد من هنا قوي يعني. فعامة يا ابطال إن شاء الله الحلقة والله عشان اجي لك على الاستوديو البعيد ده. عامة يا ابطال ميجو باذن الله هيكون معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله، يعني استنوا الفيديو لان هنسال ميجو اسئله اسطوريه جدا واسرار اول مره انتم ممكن تعرفوها عن ميجو وعن موضوع الهاك. فبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. استنى 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 هنقفل الفيديو برضو من غير ما نحتفل بصاحبنا اللي وصل 50,000. التورته ال 50,000 هي تسكتور. إيه يلا يا صاحبي، الف مبروك يا صاحبي. ايوه بقى 50 ايه طلعنا على الدجاج يا صاحبي وقعدنا نرقص يا صاحبي، كنا طلعنا على الدجاج وقعدنا نرقص. الف مبروك يا اسطى، وعبالك كده يا بلال ان شاء الله قريب جدا توصل ال 50 يا صاحبي حبيبي والله. عقبالك انت يا ميكس، يلا بقى عقبالنا كلنا. لا عقبالنا كلنا انا وانت بس. ثانيه يا بلال، ثانيه عايز اقول حاجه، انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا. شباب يا شباب، بلال انا هعمل له مفاجاه حلوه جدا جدا يا شباب ان شاء الله يوم الجمعه، فان شاء الله يبقى هو يكلمكم عنها بقى ان شاء الله بعد يوم الجمعه ان شاء الله، يوم السبت او الحد كده ان شاء الله. فشباب يعني هدي له هديه بسيطه كده عشان هو يعني صاحبي العزيز هو ميجو، بس مش عارف ميجو ممكن لا بصراحه، بس ماشي يعني عشان انا بحبه برده واخويا. فانت كمان يا ميجو برده هديك هديه بسيطه كده بمناسبه التورته الجميله اللي انت جايبها لنا دي. صدق التورته ديت انا مش هكلك منها. الله دي مش انا، انا ما بحبش الشوكولاته. هات التورته ميجو. خلاص يا ابطال بقى سيبهم يتخانقوا، احنا نسيبهم يتخانقوا واحنا ايه بقى ننهي الفيديو. فبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا